مرحبا. اليوم بدي اورجيكم جيم اسمها دايسي دنجنز. دايسي دنجنز هي جيم خلينا نقول شغله بين بورد جيم وروج لايك. خليني اعمل بلاي. حامل نيو جيم مشان طبعا ما احرق شيء من الجيم، بس نيو جيم حتى اورجيكم كيف تلعب. طبعا عندك هدول كاركترز الوارير، الروج، الروبوت، الانفنتر والويتش. في كمان واحد ما عم يفتح معي ليش ما بعرف، بس مو مشكله. وفي كمان تشالنجز فيك تعملهم، مثل يعني شغلات مثلا بيقول لك unlock episodes او complete any 12 episodes 6 episodes او اي شيء من هدول بس تخلص منهم. episodes هنن كل واحد من هدول في له اكثر من باب في يستعملهم، كل واحد منهم حيكون اصعب شوي او اضعف شوي. فهذا مثلا you seem pretty tough, do you really need all that health, now you'll be fine without it. هذا standard rules ما في عليه شيء. بعدين بصير الابيسودز بتغير شوي القوانين لحتى تصير اصعب. خلينا بالستاندر حورجيكم الجيم كيف تلعب. هذا الوارير طبعا هي الفكره انه انت جاي على جيم شو وبهذا البرنامج التلفزيون يعني، وانت تحولت لهذا الدايس الزهر نرد وبدك تحاول انك تعمل المشنز تبعك، انك تفوت بهذا الدنجن وتفوت فيه وتوصل للاخر. طبعا الوارير اللعبة بكل بساطة هي عندك زهرين بتبلش فيهم. هذا قديش معك زهر، هذا قديش معك ability، سوري قديش معك health، قديش معك حياة. هذا الability تبعك. الوارير الability تبعه انه يعمل double للأكشن الثاني الجديدة يعني. فكل مثلا هذه الأكشن انه تعمل دو حسب الدايس اللي بتحطه، اذا حطيت 6 بتعمل 6 دامج، اذا حطيت 5 بتعمل 5 دامج. إذا استعملت هاي بصير بيعملها مرتين، بصير بيعمل شو 10 دامج. أوكي طبعا الوارير كمان سوري هاي 12 هاي 10. الوارير كمان عنده هاي كومبات رول، بصير بيقدر يحط زهر ويرجع يرمي ويشوف إذا بيطلع له شيء تاني ممكن يفيدك ولا لا. طبعا هلأ أنا أخذت راحتي لأنه عندي الستة هاي، فهلأ هضرب هذا بستة. هذا ويك تو ايس، اذا عندي ايس اتاكس كان ممكن اذيه فيهم. كمان طلع لي 6، حظي حلو اليوم. اورايت هذا حيضرب فاير بول 2 دامج وبيرن الدايس. هلا عندي دايس بيرند، هذا الدايس اذا حركته راح اكل 2 دامج، فانا حاتركه هون وحاضرب هذا واخلص منه. هيك كل ما تقتل واحد حتاخذ كوين واكس بي. طبعا بس بتاخذ الاكس بي بتلفل. هاي باتل اكس حناخدها دو 2 دامج، بس لازم ماكسيمم اوف 4 يعني اذا ما فيك تحط 5 و6. طيب نعمل اتاك لهذا. اورايت هاي 4 هيك 8 وهي 4 هذا خالص. فمع الوقت وانت ماشي بالدنجن امورك بتزيد. هلا طبعا كل ما تلفل تاخذ دايس او كارت جديد تلعب فيه او كمان تعمل هيل وبزيد الهيلث تبعك. اوكي ننزل هذا اتاك، اورجيكم كم شغله هون. اوكي هون ماكسيمم هذا 4، نعمل رول نشوف اذا بيطلع لنا 6. هي 6 ونطلع نيكست. اوكي هذا عم يعبي، كيف بيعبي؟ لما هو يضربني هون حيضرب علي سبيل دوج. اوكي هاد راح يحاول انه ينفذ من الضربة تبعي، فهلأ حاضربه اول وحدة راح تهرب، هذا حاضربه بستة. اوكي 4 راح ياخد ديل 5 دامج and shock to equipment. اوكي عندي equipment shocked، هدول الاثنين ما عاد فيني استعملهم. طيب حنعمل رول لهاد، حلو ونعمل رول حنفك هاد ونضربه 6. ما فيني فك الثاني لانه حاضطر احط زهر لحتى افكه. طيب حيعمل لي 5 دامج وفريز لاثنين دايس، اعلى اثنين حيقلبون وحدات. طيب حنعمل ري رول لهاد وري رول لهاد وري رول لهاد، 4 حلو. تعرف شو خالصه، صار عندي الفيوري بس خبيها للدور الجاي. اوكي هذا هيك مات. نطلع نقتل هاد، حلو كتير. حاعمل فيوري هلا هيك، ححط هاي هون حتعمل 8 دامج ضرب 2 16.
نعمل رول اثنين ناخذ ستة. حلو ممتاز. هيك ضربة تانية يكون خالص. طب عمل لي فروزن، نزل لي سهري واحد من النرد للوحدات. طب هذا هيك خالص. اوكي نكست لفلت. اوكي اعطاني قطعة جديدة، سبايك شيلد ولا بومرانج؟ اوكي البومرانج دو 2 تايمز دامج تو ذا انمي بات وان نفس العدد لك. هلا يعني اذا ضربته بستة زهر ستة، الزهر هذا رح يضرب 12 بس انا حاكل ستة، فانا بس صغيرة. هذا الكارت حلو لذيذ. هاد سبايك شيل بياخد خمسة، ممكن يعطيني بلوك. بلوك هدول بتجمعون عندك، بصير لما يضربك بتصده، بتصير بتصد الضربات. خليني نورجيكم يا حاخد هاد، مع انه هداك انا بحبه اكتر بس. اوكي هذا بامب، كارت البامب هذا الكارت بيعطيك دايس فاليو بلس 1، بتحط فيه النرد مثلا اذا كان 5 بتقلبه 6. اورايت ما بدنا اياه هلا، ناخذ الهيلث، ما بدنا الهيلث، نقتل هاي. اوكي درايد از سترونج اجينست بويزن. اوكي نعمل هذا رول، هذا رول يلا 5. اوكي هاي راح تعطيني 5 شيلد، وهون 6 دامج، وهون 4 دامج لانه 2 ضرب 2. حلو اوكي هذا عم يعبي بويزن. هلا البويزن بصير عندي 4، بعدين الدور الجاي بيضربني 4 هيلث، بعدين بصيروا 3، بيضربني 3 هيلث، بعدين بصيروا 2 الا اذا رجع زادهم. طيب نعمل هذا رول وهذا رول، مشكله هذا ما حفينا نستعمله الستة، خلينا نشيله. طيب حلو نعمل من هون 6 دامج، من هون 8، من هون 4 خالص. الوريور عادة ظريف للضرب. تمام نعمل هاي هيك. بومران كلو وسنوبول، هاي الفلوس اللي عندك وفيك تشتري من هدول كذا واحدة. انا ممكن اخذ اخذ هاي وهاي، ولا هاي وهاي لا خمسة معي. يا هاي يا هاي. اوكي هاي اللي بالنص اكيد، ونرجع نفوت وناخد هاد. طيب اللي حنعمله هلا حنشيل سبايك شيلد هاد وحنحط هدول محلهم. لا هلا عندي ثلاث زهورة ما حقدر استفيد منهم كلهم، فلا خلينا على الباتل اكس هلا من هون لللفل بعدين، لانه اصلا حنستعمل ثلاثة. طيب نروح وناخذ الهيلث ونرجع ننزل للدنجن لتحت. شايفين، فبدك تحاول توزن بين الكروت والعدد الزهورة. اذا عندك عدد زهورة كتير وكروت كتير بلا طعمة، ما في داعي، ما حتستفيد شيء. طيب نضرب الكاكتس هذا منحوس. حلو نعمل رول لهاي ورول لهاي. طيب هون ناخذ شيل، نعمل رول لهذا، هذا 3 6 وهي 6. حلوين وعندي 5 شيلد. هلا اذا ضربني بنحمان. هذا عم يضيف ثونز. اوكي هلا هو هيك عم يعمل لي اتاك، بس بنفس الوقت كمان كل مره رح اعمل له اتاك رح اكل 2 دامج. بدي ادير بالي من هالموضوع. طيب كمان نحس. طب ناخذ شيلد، نعمل فيوري 8 ب 8 6، وهي 4 هون خالص. بس اكلت منيح دامج لانه حاطط هدول، بس ما مشكله هلا منقاتل حدا تاني. هاي هيلث. اوكي نفوت هون، في عندنا هون شغلات نشتريها، فينا نشتري الفيرست ايد كيت، هاي بتعمل لنا هيلث هيل، بس ما بدنا نصرف المصاري هلا لانه كمان بدنا شيء اقوى من هاي. اوكي عندك هذا ابجريد. حلو شو بتصير تعمل؟ تيجي تختار اي واحد من هدول بتعمل له ابجريد، مثلا باتل اكس بنعمل له ابجريد بصير بياخذ نص المساحه. هناخده هذا هيك ونعمل اكوبمنت ونحط البامب. هلا هيك صرنا استفدنا من المساحه. نقاتل هذا اول. حلو اوكي شوفوا شو ممكن اعمل هلا. راح اعمل هذا رول كمان مره، كمان مره. حلو هون 8، هون شيلد، وهون 6.
هلا هذا الاخضر شو بيعمل؟ بيقلب لي واحد من الزهوره لشيء ثاني. هي كان ريوز ذس. هلا كمان اذا حابب تعرف شو هو عنده اشياء هدول كروتو تصير تعرف شو ممكن يطلع له، يعني ما كتير تستفيد انت بس انه ظريفه لو حابب تعمل دفاع. هذا بيرن دامج اللي هو عندك واحد من الزهور، هذا اذا حركته باخذ 2 دامج. طيب نعمل لهذا رول كمان مرة، كمان مرة واحد. طب حنعمله هيك، حنضرب هاي هون 6 وهون 4. هلا ممكن اني اخذ 2 دامج واخذ شيلد بس ما بدي، بس شيلد واحد مو مستاهل. لو 5 بقول لك ماشي. طيب خلينا هلا ما حنستعمل هاي، خلينا نخلص منه ونروح اللي بعده. 2 اكس بي ليفل اب، اخذت فول هيلث وعندي دايس جديد. هلا هيك حشيل البامب وحط الكلو او البومرانج. هات البومرانج. alright نقتل هاد. حلو ليمت بريك. نعمل فيوري، نضرب هذا هيك، هاي تنتين، نعمل رول لهاد. هلا هيك فيني اضربه 12 واكل انا 6. انا ممكن اعمل هون الشيلد وهيك اضربه 12 واكل الستة بس نصده بالشيلد. نعمل رول للدايس وهيك خالص. بدك تعمل كومبوز كروتك يكونوا حلوين مع الابيليتيز. طيب ننزل هون ناخذ كارت. اوكي تشوكلت كوكي ريبيت ذا نيكست اتاك، ما بدي مع انه هي حلوه الفكره بس ما بدي. اوكي نقتل هذا البير. هلا هذا ليفل 4 بتلاقيهم صاروا اقوى. طيب اول شيء ناخذ هيلث، نرفع هاي، نعملها هاي الحركه منيحه لانه عندي صار شيلد. نعمل هاي هيك، هاي 8 وهي 5 بلا ما نخاطر. بتخاف تعمل له ريرول يطلع لك شيء اوطى. اوكي دبل سايلنس انمي، هلا ما عاد فيني استعمل السبيشال ابيليتي تبعي او الريرول. زائد عمل لي ويكن. هلا صار عندي هدول بس الطريق الاضعف يعني فما حقدر استفيد كثير. طيب هاي اتاك هون وهاي اتاك هون وهاي هون 2 باكل انا وحده وخذ هاي 2. عمل لي سايلنس اشوف، يحط ستات هون، عمل لي سايلنس مره تانية وعمل دوج وعمل لي ويكن. طيب ما في مشكله، ما في استعمل هاي. طيب رح اعمل هيك لا هاي ولا هاي، تعرف خد هاد وهي هون. ما حستفيد كتير، نفد لانه دوج كان لازم اضربه بهديك اول. طيب اعمل لي ساينس وهي دوج. طيب شوف خيو انت رح تاكل هاي تعمل له دوج بعدين اضربك بها. فكره هذا الطير فكره. هاي 4 اكس بي وروح كمان. اوكي هاي الجيم. هيك لتقتل البوس، بس تقتل البوس خلصت الابيسود، بيفتح لك بقى الابيسودز اللي بعده، تفتح لك المرحله اللي بعده. ما في والله انه ضلك مكمل وتشوف وين حتصل، ما هيك الجيم لا. بس تصل لليفل 6 بتقاتل البوس، بس تقتله بتروح هذا هاي هامر ناخذها. اوكي بتضلك عم تمشي، كل واحد من هدول بيعطيك ابيليتيز جديده واشياء جديده. هذا اللي هون بياخذ غرض من الاغراض اللي معك، بيقول لك شو رايك تاخذ منك هي واعطيك هي، بصير ببدل الاشياء اللي معك. ظريف فكرته حلوه يعني. طيب نحط هذا هيك، لا بدنا السبايك شيل. المهم راح اطلع برا وارجيكم كمان الكاركترز الثانيين. هي بلاي نيو جيم، ففي عندك مثلا الثيف. الثيف خلينا نفوت على الستاندرد، ما بدي مشاكل، ستاندرد رولز. اوكي الثيف عنده الاكوبمنت تبعه داجر ولوك بيك. اللوك بيك بتقلب الدايس لاثنين. هلا بقول لكم كيف. حقاتل هاد
وفي unlucky roll, roll four extra ones. طيب هاد عنده الدقر في يضرب فيه أدنى بده, والسمول شيلد هذا سرقه من مين؟ سرقه من اللي عند من الثاني إنه عنده الابيليتي هاي أخذ له إياها. هلا شو ممكن أعمل؟ ممكن إني أفرط هذا اثنين وأعمل دو دامج هاي هيك وهاي هيك وهاي هيك, تصير ترجع تضرب, بس لازم يكون شو زهرك ثلاثات واثنينات, فإنك ترمي ستة وهيك أرقام كبيرة مو كتير كويس يعني. alright خلينا نضربه هاي دامج, خلينا نخلص منه ونخبي هاي الانلاكي رول بزت اربع وحدات, خليها لبعدين. فهذا زرافته الروغ انه يكون عندك شو اللي هنا الكروت اللي بتستعمل الاشياء القليلة. اوكي ستيل وان جولد وانس بير باتل, هذا بيعطيك جولد زيادة, بس بتقدر تشتري كروت تاني مرة يعني كمان. حلو سلايم سترونج اغنس بويزن, اسرق منه واحدة. سلايم بول اد تو بويزن. طيب نعمل سبليت لهاد, هذا اربعة واثنين. نعمل اد للبويزن, شو بيستفيد من البويزن؟ هلا هو حياكل تو دامج الدور الجاي. alright طيب هذا ما حيستفيد منه, حعمل هون ستيل وان جولد, حعمل unlucky رول وزود هدول, هيك حعمل له خمسة دامج ونحن قاعدين. اثنين ثلاثة اربعة خمسة. next حتى الكروت تبعه بتصير تختلف. اوكي هيك عطاني بويزن وهي كمان بويزن, اربعة بوينتس كتار مشكلة. نعمل سبليت لهاد ماكس, وهذا ثلاثة وهذا واحد, وهلأ حيموت لانه عليه بويزن. هيك بس تلفل بتاخد الهيلث بتاخد الدايس الزيادة, صار عنا ثلاثة دايس, نرجع منكمل و يا هذا هو الروك. حاول نشوف شو كارت الثاني حيطلع لنا. شايفين هذا, هذا ما له طعم الكارت, نعمل له سبليت. حلو ممكن 3 2 3 3. طب هاد ديل 1 ديل 2 دامج وبيرن 1 داي. هلا هيك بصير هو عنده 2 داي, فاذا بده يستعمل الاثنين بده يحرق ايديه شوي, فخذ هاد. طيب نعمل هاي هيك دين هاي 9. next اوكي هيك اود, هلا ما حيستعمل الثاني. اوكي اعطاني هي ليك حرق, هو عمل لي فريز فهذا نزل واحد, انا مالي زعلان. نعمل سبليت لهاد, نسرق منه مصاري. اوكي نعمل unlucky roll, هدول وحدات كتير, خود eat كول والله قوي. هاي ملي بيرن, تعرف شو خليه هذا هون ما حستفيد منه كتير, ولا لك هاتو. هاي اكلت اثنين, هو بياكل ستة مع بيرن, وهاي ثلاثة خالص. شو الكارت اللي حيطلع لي هون؟ هيلين كريستل ماكسيم اوف 3 ريكفر هيلث, هذا بصير بقدر احطه هون بصير بستعمله لاعمل هيل. طيب هون هيلث برجع بتقاتل مع هذا. شايفين اختلاف الكاركترز حلو حسب الزهر بقى, هلا زهري هون حلو ضابط. طيب ماكسيمم اوف 4 دو اند ويكن انمي ريكفر هيلث. طيب حعمل هاي اسرق منه هاد, فيني اعمل سبليت لهاد بس ما بعرف ليه. طيب خذ هاي وهي دامج. هلا ويكن واحده من الابيليتيز تبعه حتكون ضعيفه, حيستعمل الثاني على الاغلب ما حيقدر اصلا لانه هي ماكسيمم 4. اوكي هذا سبليت, سبليت فاليو انتو مو سبليت دايس, سبليت فاليو. هلا هيك خذ هاي وهاي وهاي. اوكي وهكذا بضلك ماشي وبتعمل الكاركترز الثانيين كل واحد بيختلف. حورجيكم كمان واحد اللي هو الروبوت والويتش, الانفنتر شوية فايت بالحيط. اوكي هذا الروبوت, الروبوت الحلو فيه عنده هاي الميكانيك. طبعا مثل ما كنتم شايفين الوريور كان انه بيعمل ري رول, هاد عنده الميكانيك هي هاي, ترمي بيطلع لك زهر,
ممكن يكون واحد ممكن يكون ستة، والتارجت تسعة. إذا وصلت لأعلى من تسعة بيعمل ايرور وبيروح الدور تبعك. فأنت شو بدك تعمل؟ بدك تحاول إنك تزبط القتال بشكل إنك ما شوف هاي خمسة هون، هاي دامج تو دامج ريوزابل، بعمل رول تاني طلع لي كمان زهر تاني. هلأ إذا طلع لي واحد بعمل جاك بوت، إذا طلع لي أكتر من واحد راح أعمل ايرور اللي هو هلأ صار. تمام؟ هلأ هيك وقف دوري، ففي شوية راندوم كتير زيادة هذا، بس قولي واتس اوكي يعني. اوكي نعمل هذا هيك كمان رول لأنه بنفض يعني، فبدك تحسبها. طيب نعمل هاد ثلاثة هون، نعمل هاي دامج هون ودامج هون، وهذا ايرور طبعا طبيعي يعني. اوكي اعطاني بويزن، نعمل رول 1 2 3 6 فينا نعمل. اوكي تمام خد هاي وهاي، نعمل رول تاني 4 ايرور لانه كان بدي 3. alright هلا بس تلفل غير الهيلث بيعطيك بدل الدايس الجديد بيعطيك سي بي يو زياده، فبتصير تعمل هاي. اوكي الاوتو رول هو انه بيضمن لك الجاك بوت، بيرمي لك كل الزهور بيضمن لك انك تاخذ جاك بوت. طيب اخذ هذا هون، اي وين 1. اوكي ناخذ الكارت، الكارت هذا ما كتير بيفرقوا عن الكروت التانيين يعني، بتلاقي في شغلات مكرره بشكل عام. اوكي هلا هون مثلا عندي هذا الكارت الهيلينج كريستال، اعمل هاي 3 ريكفر 3 هيلث. هلا فيني اعمل اوتو رول واعمل الجاك بوت، بس خليني نعمل هاي هيك عادي 5 دو 5 دامج، نعمل كمان واحد هاي جاك بوت لحاله طلعت. اوكي جاك بوت فيك تلعب وبعدين فيك تعمل الاشياء كمان حسب المكتوب هون. فهلا مثلا هذا دو 2 دامج بي شوتر، ممكن اعمل لاكي شوت واعطيه 5 دامج، او ممكن اعمل هيل لثلاثة او اربي كمان زهر حسب انت شو بحاشي. انا بقول خلينا نضرب هذا هيك ونعمل هذا هون ونشوف الدور الجاي، خلي الاوتو رول اللي بعده. بدك تحاول تحسب يعني انه كيف بدك تزبط امورك. طيب هذا هيك نعمل له اتاك، هذا خالص هو الليفل اب اصلا، كنا حنروح الهاي. اوكي صار عندي الفاليو 11، هيك الروبوت بيشتغل. هلا مثلا كمان بورجيكم كمان واحد بلاي نيو جيم ذا ويتش ستارت. اوكي الويتش غريبه شوي، خلينا نقتل هذا سبيس مارين. اوكي الويتش عندها سبيل بوك، حسب الزهر اللي معك بتقدر تحطه هون وتنزل كارت، بدل ما انت بتحط الكروت بتركبه من اول، لا هون الويتش بتاخذ الكروت بتعبيهم بالسبيل بوك بعدين بتنزلهم حسب الزهر. فهلا مثلا هون ديل 1 دامج ان اد 1 داي. اوكي هلا هيك طلع عندي واحد، صار فيني نزل كولدرون. ليه ما رضي ينزل لي؟ حطيته هون نفس المكان يا الله. طيب ما مشكله، بعدين تقدر تعمل ثرو دايس، تنزل دايس تروح تشلفه عليك، اي دايس بقيان تشلفهم، ما انه بس بيروح عليك، فكل واحد بيعمل 1 دامج. فهلا مثلا هذا هون دو 1 دامج، هاي كولدرون نزل كولدرون ثاني، نرمي هاي هيك، هاي واحد كولدرون نزل كولدر ثاني، نحط هذا هيك، هاي 6 نعمل له ثرو. وبتحاول انك تنزل السبيلز تبعك وتصير تستعملهم. الويتش لذيذه انه بتصير بتغير كتير حلو. هلا مثلا هاي انفليكشن تنزل هاي 2 3 دامج، مش بغض النظر شو الزهر اللي بتنزله هون. اوكي هلا هون مثلا دو 1 دامج جيت 1 نيو داي. تمام بقدر اعمل كريستال بول ونزل 3 زهوره جديده، دو 1 دامج دو اكسترا داي، هاي اكسترا دامج داي، هاي دو 3 دامج وبترمي البقايا بتضل تشلفهم. هيك بتلعب الويتش، لما تلاقي كرت جديد بدل ما تحطه بالاكوبمنت بتحطه بالسبيل بوك. تمام بدك تبلش بالسبيل العاديه هاي فيك تحطها هون، او فيك حتى فيك تعمل ريبليس. هلا مثلا اخذت هاي هيك، هاي اد 3 شيلد،
راح اجي اقول له حط لي اياها بليفل 3 او ليفل 6 او وات ايفر ولون سبل. هلا هيك صار عندي هاي السبل. اوكي هلا اذا رميت ثلاثه فيني طلع الشيلد واستعمله اذا بدي. هاي ثلاثه هون ماجيك شيلد، نزل ماجيك شيلد، رول اجين واحد كولدرون، نزل كولدرون. هاي هيك ستة لازم يكون قاد لحتى استخدمه. هارمي هاي عليه وهكذا. هيك الجيم لذيذة يعني، فيها حركات. هاي هون كولدرون، هون هاي اكسترا داي، اكسترا داي الواحد هاي منيحة، وهي اكسترا داي ومنشرف عليه. طبعا هذا صار عندي ثلاثة شيل، اي دمج بيجيني رح اعمل له بلوك. هاد تو بويزن، عم يضربني بويزن. نرمي كريستال بول، ناخذ الزهور الزياده، نرمي هذا هون، نرمي هذا هون، نرمي هذا هون. واحد اثنين ثلاثه اربعه، هذا مات. ليفل اب برنينج لايت ولا هاي نفس الشيء ما بعرف تفرق. هاي هاي الشوك ظريف، الشوك بيقفل له البول تبعه. اوكي وهكذا. بس الفكرة كمان انه هي هاي اخده بحلين من هذا من تبعه، هذا بينزل الدايس فاليو. اغنور ات، ما بدي اياه. تعرف شو حطه وهكذا. هاي هاي هي دايسي دنجنز، لعبة لذيذة ظريفة بصراحة وذكية شوي. مهم، شكرا كتير، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، ونشوفكم بعدين. سلام.